الميدانيه موجوده فعلا، لانه اكد لنا وكيل اعمال فوز البنزرتي وجود الاتصالات الرسميه من فريق الوداد البيضاوي قصد التعاقد مع فوز البنزرتي، الذي نتذكر جيدا كيف انه ترك بصمات قويه عندما مر بالغريم الابدي للوداد رجاء البيضاوي والنتائج الكبيره التي حققها في كاس العالم للانديه. المعلومه مؤكده ورسميه من وكيل اعمال فوز البنزرتي الذي طلعت السمعه بشكل قوي جدا، خاصه بعد انفصاله على نجم الرساح لهذا الفريق الذي قاد في اخر 3 سنوات الى الفوز بلقب البطوله التونسيه وايضا كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. تواجد وكيل اعمال فوز البنزرتي في المغرب للتفاوض واكد انه امكانيه حسم هذا الانتقال وارده بشكل قوي جدا في المرحله القادمه، ولو ان من ناحيه الاجراءيه والقانونيه ينتظر فوز البنزرتي حسم انفصاله على النجم لان هناك مستحقات ماليه، وبالتالي لا يمكن ان يوقع على عقد جديد قبل ان يحسم بشكل قانوني ارتباطها بالنجم الرساحلي، لانه هناك مستحقات ماليه كبيره يطالب بها فوز البنزرتي فريق النجم الرساحلي. مؤكد جدا أن فوز البنزرتي بعد تجربة ناجحة جدا في مع الرجاء البيضاوي يطمح، وحتى معرفتي الخاصة به أنه يطمح بشكل قوي لأن يخوض تجربة جديدة في المغرب.